السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، خوتي الأعزاء كيدير مع الصحيحات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم بغيت نهضر في واحد النقطة مهمة ونعطي واحد النصائح مهمة للناس اللي تيديروا الحرفة ديال نقل البضائع، أو تيسوقوا سيارة ديال نقل البضائع. شيافة نقل البضائع، بالنسبة للسيارات اللي الحمولة ديالها ما تتجاوز 3 طن ونص، أي 3500 كيلوغرام، لي كونتير صغار، لي كاميونات صغار، لي فورغونات، لي ستافيت، دوك السيارات ديال نقل البضائع الصغار اللي تيكون فيها الشيفور وتيكون فيها مثلا المرافق ديالو، تكون اللور عباره عن علبه فيها جوج بيبان اللور وباب الجنب او جوج بيبان في الجنب. المهم هاد الانواع السيارات كاملين، وكاين واحد السيارات اللي فيهم طبله، مثلا فورغونات فيها طبله، نظرا لان السائق تيحمل واحد البضائع بواحد العينه في شكل، خاصها ضروري يكون طبله باش تشارجا بالكلارك او باش تشارجا بواحد الطريقه معينه. كاين الناس اللي عندهم الردالات، ولكن بزاف الناس جاهلين واحد الحوايج قانونيين خصهم يكونوا. حنا كنا هضرنا في واحد الفيديو على شي حوايج اللي هي تقنيه خصها تكون متوفره في السياره، ولكن نهضروا على شي حوايج اللي هما قانونيين بالنسبه للسائق ديال سياره نقل البضائع، سواء كان في الملك ديالو سواء كان مع شركه. نبداو بالنسبه للانسان اللي خدام مع شركه، اذا بغيتي تسوق واحد السياره ديال نقل البضائع تيخص تكون متوفر فيها الوريقات القانونيين ديالها كاملين، كارت غريز ديالها في السميه ديال الشركه مثلا، بيرمي، لا فيزيت تكنيك اذا كانت السياره متجاوزه 5 سنوات، لا فيزيت ديال العينين ديالك انت، البطاقه ديال طفايات العافيه تتكون فيها لادات فوقاش تعمرات، لادات فوقاش تنتهي الصلاحيه، هاد المسائل كامله خصها تكون متوفره عندك، لاسيورونس حتى هي خصها تكون كاينه. زياده على هاد الوثائق كامله خصها تكون عندك واحد الوكاله دايرها لك الشركه تتخول لك انك تسوق ديك السياره. هاد الوكاله هادي كتصاغ وتمشي تليغاليزا وتتبقى عندك ضمن الوثائق الضروريه لحقاش يطلبوها في براج ديال الجندار، تيطلبوا هاد الوثيقه هادي، يقدر يخرج فيك شي براج يقول لك اودي هاد السياره باش عرفتها عطيها لك الشركه. خصك تعطيني شي وسيله اثبات، راه معظم البراجات ما تيطلبوهاش، ولكن كاين دي براج يقدروا يطلبوها وتقدر تطيح في مسائلات وتعطل لحقاش يقدروا الشركه يصيفطوا لك ايميل وهذه، ولكن غتعطل وغتكون عندك اضرار سواء في التوقيت سواء في السلعه اللي غتليفري. اما بالنسبه اللي تيسوق السياره ديالو ماشي بالضروره تكون عنده وكاله، لحقاش السياره الكارت كريس السميه ديالو، ولكن اذا كان عاطيها له شي واحد يخدم بها خصو ضروري هو تكون عنده الوكاله. دير له داك الشخص اللي عطاها له يخدم بها، مثلا دير معاه نص بالنص ولا دير معاه الربع ولا شي حاجه، المهم ضروري الوكاله خصها تكون. عاد ندوزو للطريقه ديال نقل السلع، مثلا انت هاد الشيء تيخص لي السياره ديالو اللي خدام مع شركه، اي واحد خصها تكون متوفره فيه هاد المسائل اللي غنقول. اول حاجه مثلا مشيتي تهز واحد السلعه من واحد الشركه وغاديها لواحد الكليان، اول حاجه خصها تكون عندك ديك السلعه اللي انت هازها خصها تكون عندك واحد الفاتوره ديالها او واحد البون ديال ليفريزون خصو يكون متوفر عندك باش عاد تشد الطريق. مثلا هزيتي واحد السلع غادي بها في الطوموبيل وقفوك الجدرميه قالك اخويا شنو مشارجي، تيوم مشارجي واحد لي بوبين ولا شي حاجه ديال شي سلعه، يقول لك حلنا نشوفو، تيحل تيشوف داك السلعه تيقول لك البون ديالها ولا الفاكتوره ديالها، تقول له ما عنديش، باش عرفك هو ديك السلعه واش انت سارقها، واش انت خاونها لشي حد، واش انت هزها بشي قنت ماشي قانوني، باش عرف ديك السلعه ماشي كونتروبوند ولا شي حاجه بحال هكا. تكون عندك ضروري داك البائل تيحميك، تيحميك في الطريق وتيحميك من واحد الناحيه اخرى. مثلا ديك السلعه انت وصلتيها لواحد الكليان ما شديتيش من عنده واحد لاكوزي، تدوز واحد الوقيته داك موس السلعه تيقول له ما خلصتينيش خلصتيني ما خلصتينيش، لا راه ما صيفطتيليش، يقول له ودي راه صيفطت لك. انت فاش تشد السلعه من عند المكازيني تتسني له بانك استلمتي من عنده السلعه، المكازيني خالي من المشاكل، انت تتبقى ديك الساعه داك الشيء على ظهرك، يعني انت فاش توصل السلعه انت خصك تكون عندك واحد لاكوزي، مثلا داك البائل خصك يكون عندك دو كوبي، واحد تتخليه للكليان واحد تيبقى عندك ثاني فيه الكليان، كوم كوا كوم انه راه استلم عندك السلعه وتتبقى انت قانوني تشد داك البائل مسني ناضي تتخبر عندك ضمن الوثائق ديال السياره، ربما شي نهار غتحتاجو، يعني هاد الوثيقه هادي تتحميك من المتابعه القانونيه على السلعه ومن المتابعه ديال لا قدر الله كان شي نصب ولا شي نصب احتيال، انت تتكون خارج من هاد المشاكل هادي تتكون سيكيوريزي راسك. هاد المسائل ضروري. وثاني حاجه بغيت نهضر فيها في هاد النقطه هادي ضمن النصائح، هي مثلا سيارة نقل البضائع
ما عندهاش حق تهز شي حوايج معينه، مثلا شي مواد قابله للاحتراق بحال المازوت بحال الغاز بحال ليسانس بحال الدوليه، ما تقدرش تهزهم هاد المسائل معاك لحقاش انت ماشي مخول لك انك تهز هاد المسائل هادو. هاد المسائل هادو عندهم ناقلات خاصه ديالهم ديولين على حساب هاد المسائل هادي باش لا قدر الله ما يوقعوش اضرار كارثيه. تقدر لا قدر الله يوقع شي انفجار عندك في السياره تحرق انت والطوموبيل وتسبب مشاكل اخرى، تقدر دير كارثه لا قدر الله. هاد الشيء علاش ما خصوش يتهز هاد المسائل هادي، ما خصوش يتهز البهايم لحقاش البهايم حاشاكم عز وجهكم الله. ما عندهمش عندهم واحد وسائل نقل خاصه بهم تيكونوا دي كازي هكا او تيديروا فيهم الحواله، ولا مثلا بالنسبه للعوده تيكون واحد الشاريو خاص به تيكون كبير ومسيكوريزي ومقاد حمايه للحصان وحمايه لهذا. كل دجاج عنده حتى هو واحد وعندهم واحد صناد خاص بهم. هاد المسائل ماشي غير اجي وهز، يعني انت فاش تهز كراطن تهز رحيل تهز شي مسائل اللي هي قابله لانها تهز بديك الطوموبيل ماشي غير اجي وزن. ما عندكش الحق تهزاج لحقاش الزاج هو عندهم ناقلات خاصه بهم. هاد المسائل هادو كاملين ما خصكش ديرهم، وما خصكش تهز ديك الصافيط او ديك الطوموبيله ما خصكش تهز فيها بنادم لحقاش انت في لاسيورونس عندك الشيفور والناس المرافقين ديالو. اذا كانت فورغونات تيكونوا فيها جوج الناس، كان كاميونيت صغير تيكون فيه مرافقين جوج الناس، كان طوموبيل صغيره تيكون فيها شخص واحد مرافق، يعني تيكونوا مسيكوريزيين دوك الناس اللي راكبين معاك. اما الناس اللي راكبين في لابواط اللورانيه هادوك راه ما مسيكوريزيينش، وتتعرض حياتهم للخطر وتتعرض راسك للمساءله القانونيه. تقدر لا قدر الله هز الناس معاك اربعه الناس اللور وغادي في طريق وقف البراج حل تتسمى النقل السري هذاك، تيقدر يتابعك تقدر لا قدر الله تمشي لك السياره ديالك. ما خصكش تهز الناس وحدو راسكم هاد المسائل حقاش شحال الناس تيستهنوا بهاد القضيه هادي. انت ما عندكش واحد الرخصه تتخول لك انك تهز الناس، الناس تيتهزوا برخصه الثقه، تكون عندك واحد وسيله النقل ثقه مامنه عندها ظروف خاصه تتكون موفره للناس هادو. اما باش تهز الناس في سياره ديال نقل البضائع هادشي ماشي قانوني. بالنسبه للناس اللي في الاسواق الاسبوعيه او الاسواق الموسميه كيهزوا البهايم وكيهزوا مثلا هز الحواله 10 د الحواله وتيهز مع 10 ديال الاشخاص، مالي الحواله راه ماشي قانوني داكشي، راه كتضرب بريكول وكتعرض حياه الناس للخطر وتتعرض راسك للمساءله القانونيه. هادشي علاش ما خصكش دير هاد المسائل هادو. هاد المسائل هادو بزاف الناس ما عارفينهمش هي تيخدموا صافي. ونقول واحد النقطه اخرى عاوتاني، هي طوموبيله كما كوموندتيها وخرجت من الشركه ما خصهاش تحول، ما خصكش تبدل الشكل الخارجي ديالها. مثلا خرجت طبله راه خصها تبقى طبله، خرجت بريدالات ما خصكش تردها بواطه، خرجت بواطه ما خصكش تقطعها وتردها. هادشي تيعاقب عليه القانون، واي حاجه درتيها زدتيها في السياره ماشي قانونيه. مثلا الناس اللي تيزيدو دوك الحديد قدام الباشوك باش يسيكيليزي السياره ديالو، هذاك الشيء راه ماشي قانوني وانتيردي، يقدر تعرض راسك للمساءله القانونيه حتى هو. ردوا بالكم هاد النقط كاملين، هاد النقط اساسيين. الوكالة البوند ليفريزون، هاد المسائل هادو شي حوايج اللي هما ضروريين. وانا تنصح الاخوان والشباب اللي تيخدموا هاد الخدمه هادي هما انهم ديما يكون عندك واحد الريجيستر تتقيد فيه لي زانفورماسيون ديال الشاك بريكول. اي حاجه ضربتيها مثلا اثنين تاريخ تنقيد التاريخ، تنقيد انني مشيت مثلا السلعه ديتها من الشركه الفلانيه ديتها للشركه الفلانيه او ديتها للكليا الفلاني، وتندير فيه المعلومات الاساسيه ولا شديت فلوس تنديرهم، وتيكون التوقيع ديال داك اللي استلم عندي واحد المبلغ ولا واحد الشاك تيكون عندي التوقيع ديالو مخليه عندي في الريجيستر. هذا الريجيستر تيحميك لا قدر الله ما كانش فوتوكوبيوز، ما كانش كيدير داك السيد يدير لك فوتوكوبي ولا كذا، انت خصك ضروري شي حاجه سينياتور قانونيه تثبت الصحه ديال الكلام ديالك. هاد المسائل هادو ضروريين. ونختم هاد الموضوع هذا بالنسبه للاخوان اللي تيبغيو يديروا هذا المشروع ديال سيارات ديال نقل البضائع. اول حاجه خصك تفكر بعدا في التوجه ديالك، اش من نوع السلع باغي تهز، باش تعرف راسك نوع السياره اللي خصك تقتني، والسياره طبلة والسياره بريدالات والسياره بواطه، واش سياره تكون فيها لاكليم تتحافظ على شي مواد بول مثلا اللي تينقل الحوت او تينقل شي حوايج اللي من هذا القبيل هذا اللي تتخسر المواد الغذائيه ممكن تخسر ولا شي حاجه، تيخص يكون عنده الفورغونات مجهزه بوسائل التبريد.
خصك تعرف راسك شنو النوع ديال المنتوج اللي غتهزي. اذا كنتي غتهزي بضائع عامه او حيل هدف، تيخصك مثلا واحد الطوموبيل اللي تكون كبيره وعندها بورت باجاج، او لا عندها ريدالات في الجناب ممكن تهز فيها. هي رد البال ان العلو راه كاين واحد العلو قانوني ما خصوش يتجاوز وقيله 3 متر ونص ولا 300 وقيله 3 متر ونص، هو العلو اللي ما خصوش يتجاوز لحقاش القناطر وهذا اللي مديورين في الطرقان ديروا حساب هاد العبارات هادو ما خصناش نتجاوزوهم باش ما نطيحوش لا قدر الله في شي كوارث او ديزاكسيدون يكونوا صعب. حدد نوع ديال المنتوج اللي باغي مثلا ترحل او باغي تهز او باغي تليفري باش تعرف شنو النوع ديال السياره. وإلا قدر الله شريتي واحد السياره، اول حاجه كتوجه لذاك الميدان اللي انت بغيتي تخصص فيه. مثلا بغيتي تخدم مع شركات تبقى دير نقل بضائع مدينه مدينه ولا شي حاجه، تدور اول حاجه تتاخذ دي كارت فيزيت، تتاخذ واحد 1000 كارت فيزيت وتتمشي ديك كارت فيزيت تتفرقهم على الاساسه والمغازيني ديال الاحياء الصناعيه. تمشي لاي حي صناعي حداك قريب لك تتمشي تدور عليه وتتفرق الكارت فيزيتات ديالك على المغازيني لحقاش هو اللي تيخرج السلعه وعلى الاساس لحقاش هو اللي مكلف بشي حوايج اللي عندها علاقه بالريكولاج. مثلا جا شي واحد الشركه قال له ودي بغيتي واحد السلعه ديها مثلا لميدلت من كناس لميدلت، يقول له كاين واحد الشيفور عين عين الو شحال تدينا السلعه، تيلاقيك مع مول البريكول تتفاهم، ولكن قبل ما تفهم فاش تريقل مسائلك ضبط امورك ديما مسائل قانونيه وثقه تثبت على السلعه اللي دير. تقدر لا قدر الله تدي شي حاجه ممنوعه ولا كذا وتعرض لمساءله قانونيه اللي انت ما قادش عليها وانت عاد بادي البروجي ديالك. هذه المسائل هذو خصها توفر. اذا كان عندك بورت باجاج ضروري خصها تكون عندك الشبكه، ضروري خصها تكون عندك الشبكه لحق الشبكه حتى هي قانونيه خصها تكون. اذا كانت عندك شي سلعه طويله خارجه ضروري خصك تعلق لها واحد الرايه حمراء او رايه بيضاء واقيلا ما عقلتش تدار له في السلع اللي طويله، مثلا زيتي تيوات زيتي شي حاجه اللي هي طويله. هذه المسائل كامله الاخوان اللي بداوا هذا المشروع عطوا لها البال، الوثائق الضروريه وثائق قانونيه. لا قدر الله شديتي الطوموبيل ديال انت وشي واحد مثلا بنص ولا كذا وعطاك الطوموبيله في سميتو، خصها تكون عندك وكاله ديال انه تيخول لك انه تيخليك تسوق هذه الطوموبيله هذه ديالو. مسائل قانونيه تتخليك تبقى قانوني، ما تهزش شي حاجه اللي انتردي، ما تهزش شي حاجه اللي ممنوعه. فاش تهز السلعه ماشي بنادم عطاك كارطونه قال لك ديها لي كازا غتهزها، ديها له كازا تقدر لا قدر الله يكون فيها الحشيش ولا شي حاجه ممنوعه وتعرض حتى هي للمتابعه.